أهم حاجة من وجهة نظري في الحياة كلها هو الاحترام، وأكتر حاجة تدل على وعي البني آدم وتحضره هو الاحترام. إذا كنت هتكلم عن الاحترام في العموم، خلينا نتكلم عن الاحترام في الرياضة، وإزاي ممكن ننقل الاحترام من الرياضة لحياتنا العادية. من أول احترام المدرب للولد الصغير هو لسه هيلعب حاجة، احترام موهبته، وبعد كده واحدة واحدة هتلاقي الولد بيحترم المدرب، وبعد كده ننتقل من احترام المدرب للولد والولد للمدرب، لأن الاحترام الزميل في الفريق وازاي يحترمه، وبعد احترام الزميل احترام المنافس في الملعب، وبعد كده احترام الحكم اللي هو أساسا بيحترم القانون بتاع اللعبة. فهي سلسلة ودايرة كاملة من الاحترام اللي هي أساس الرياضة أو أساس اللعبة اللي بنلعبها. فمن غير الاحترام الكامل من كل الأطراف دي لا يمكن تقوم الرياضة في الأساس. خلينا نوصل لاحترام اللاعب للنادي بتاعه، احترام الفريق، وبعد كده احترامه للجمهور، وبعد كده احترام الجمهور للاعب. والاحترام ده على فكرة لازم يبان من اول ما بيبقى فيه بطولة او فيه ماتش معين، بتلاقي الفريق او اللاعب بيقف قدام علم بلده ويعملوا نشيد الوطني، وتلاقي كل واقف يحترمه حتى لو مش علم بلده او مش نشيد بلده بيقف يحترمه ده. وبعد كده تشجيع الجمهور للعيب وهو نازل بيسقف له، وتلاقي اللاعب بعد كده بيسقف للجمهور. بعد الماتش بيخلص او في وسط الماتش، اللاعب لو خارج من المباراه بتلاقيه في يسقف للجمهور، والجمهور بيسقف له وهو خارج حتى لو خسران. فحتى انك تخسر لازم يبقى فيه احترام برضه. الاحترام بروتوكول نظام ولازم يبان. والاحترام بيخلي الناس تشارك بعض حاجات كتيره قوي، زي وقف الدقيقة الحداد قبل أي ماتش أو أي قبل أي بطولة على مثلا شخصية ماتت رياضية أو غير رياضية، ضحايا حروب، ضحايا زلازل، ضحايا أي كارثة طبيعية حصلت. يعني دي بتبقى وقفة دقيقة احترام، دقيقة تحضر، دقيقة ريسبكت. وعندنا احترام الوقت، هو ده اللي احنا محتاجينه جدا، احترام الوقت خاصة في بلدنا بالذات. تقدر تسأل ده للحكم اللي بيحسب اخر دقيقة، يعني مستني اخر دقيقة في الماتش والجمهور كله مستني اخر دقيقة واخر ثانية في الماتش. لو اللاعب ما احترمش الوقت ده واحترم الدقيقة دي او الثانية دي، وانه يقدر ممكن يكسب فرقته لو احترم الدقيقة او الثانية دي، ويتغير الموضوع بالنسبة لفرقته وللجمهور ولكل الناس حواليه بسبب احترامه للدقيقة دي. تقدر تسأل عليها اللعيب اللي بيجيب جون في آخر لحظة في الدقايق دي، تقدر تسأل عليها مايكل جوردن لو هو بيرمي آخر باسكت بالنسبة لفرقته في آخر ثانية والكرة في الهواء ويكسب بيها فرقته. ممكن تسأل فيها برضو مايكل فيليبس في آخر لحظة من السباق وهو داخل في جزء من الثانية، بقى مش في ثانية، جزء من الثانية، ومايكل فيليبس بيحط إيديه بيكسب بيها السباق. الاحترام بقى ده لو اتنقل لحياتنا، واحترام الوقت، احترام اخر دقايق العمل، احترام دقايق المواصلات ومواعيدها، احترام اخر ثانيه في اشاره المرور، ويمكن اخر ثانيه دي ممكن تبان في الناس اللي شغالين في البورصه. احترام اخر ثانيه في البورصه مهمه جدا عندهم. وبما ان بتكلم عن الاحترام في المجتمع عامه، ففي نقطه مهمه جدا حبيت ان انا اتكلم فيها، وهي نقطه احترام ذوي الاحتياجات الخاصة أو السبيشال نيدز. احترام وجودهم، احترام حقوقهم، احترام أماكنهم في الأماكن العامة، مشيهم في الشارع، أماكن الباركينج بتاعتهم، انتظارهم، حقوقهم عامة في كل مكان. ودي نقطة مهمة جدا لازم نهتم بيها. احنا بعيد شوية عن الاحترام العام ده، عندنا مشكلة في الحتة دي. الاحترام العام، احترام جيل لجيل، احترام الوقت، احترام الحقوق، الاحترام العام. ولازم كل واحد لازم نعلم ده لأولادنا. لازم تتعب شوية مع ابنك وبنتك، لازم تعلمه يعني احترام. فالموضوع ده لازم يتعمل من خلال البيت أول حاجة، وبعد كده احترام في المدرسة، في الشارع، في النادي، في كل حتة، من جيل لجيل. لما نقدر نعمل مع أولادنا ده، هنقدر من جيل لجيل نرجع الاحترام الولاد دول لنفسهم، واحترامهم لينا، واحترامهم للمكان، واحترامهم للحقوق، وفي الآخر احترام لبلدنا كلها. الاحترام هو بداية التقدم والتحضر. من غير احترام مش هيبقى فيه نظام، ومن غير نظام مش هيبقى فيه لا مؤسسة ناجحة ولا جيل ناجح. جيل يقدر
يحترم الماضي والحاضر ويخطط للمستقبل. جيل يقدر يرجع بداية الاحترام لتقدمنا لينا ولبلدنا وللإنسانية كلها. فكرة أتمنى أنها تبقى موجودة بينا.